إذن علينا كحوزة علمية المطالبة بحقوقكم، وهي أولاً أن يوضع القرار أن يوضح القرار توضيحاً جيداً بتفاصيله الصغيرة والكبيرة على حد سواء، وأن لا يسمى بالقرار الأمريكي، بل أن من يقرر ذلك هو العراق وشعبه، فالعراق هو الذي يريد ذلك لا المحتل. ثانياً أن تكون الانتخابات بالإشراف العراقي الذي أشرنا إليه سابقاً، وبعيد عن أي احتلال أو أي أجنبي بالنسبة إلى أي بلاد، وإلا وإن كان ولا بد فالمؤتمر الإسلامي ليس إلا. ثالثاً أن تعطي أمريكا الضمانات أو جدولة الانسحاب أو الخروج بعد الانتخابات فوراً، وتطبقه ولو بأقل المجزي، وإلا فهذا القرار لا يقبل من الشعب العراقي على الإطلاق، لأن فيه الخضوع وعدم الاستقلالية. وإن لم تخرج أمريكا بعد الانتخابات فمتى تخرج إذن؟ سيكون الجواب بعد القبض على صدام الملعون، فأقول أن هذا سيكون من واجب الحكومة العراقية المنتخبة وليس من واجب الاحتلال أكيداً، ومع التكاتف والتوحد نستطيع ذلك أكيداً، وإن يكن منا الوحدة كان من الله الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.